عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم ريش بوند بالشوكولاته بطريقه مختلفه اللي كتجي بنينه وخفيفه بلا بيض. نتمنى تابعوا الفيديو حتى الاخر وشكرا. انتظروا المكونات والطريقه. بالنسبه للمكونات ديالنا هما هادو. بسم الله، عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق ديال الفرن، كاس الزيت، نص كاس مع مرش ديال السكر سنيده، عندي هنا واحد دانون ديال الفاني، واحد فاني، خمارة فيها 7 غرام، قبصة الملح. للتزيين غنحتاج الشوكولاتة دايب، الكوك، والماء الزهر. ندوزو للطريقة. خديت هاد البول درت فيه قبصة الملح، غنزيد السكر. بسم الله، غنرمي هاد المقادير كاملهم. كاس الزيت. هاد الحلوى دغيا كتوجد وسهلة، والمكونات بساط: فاني، هنا من بعد تخلط ليا السكر والزيت ودانون، غادي نزيد الدقيق. هنا من بعد ما جمعت الخليط ديالي، ديك 400 غرام دقيق ما دخلت ليش كاملها، ها اللي شاط لي منها. دائما تصبع على حسب نوعيه الدقيق، حنا كنكورو وفي نفس كنجمعو سمحوا لي في نفس الوقت على حسب التكوار. على هذا الشكل ما دخلت ليش 400 غرام كاملها. دابا غندوز نكورها والفران يكون مسخن من قبل. بعد ما ساليت التكوار غنخشيها في الفران، العافيه تكون مهيله، راه دغيا كيطيبوا. نخليهم يتحمرنا من تحت ومن الفوق غير يولي لونهم ذهبي ماشي احمر بزاف. نتلاقاو باش نزينوهم من بعد. هذه هي الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل كما شفتوا نتوما، ما خليتهاش تحمر بزاف من الفوق غير شويه. غادي ناخذ بسم الله غنديرهم في ماء الزهر، دائما ماء الزهر نوعيه جيده. نحط واحد 4 هكا فرشة في الشوكولات، غنغطس غنهز ما نخليهمش يشربوا. هاد الحلوه كتجي بنينه بزاف. غادي نخلط هكا مزيان باش يشرب ليا الشوكولات، داكشي باش كنقللو فيها السكر. من بعد
حاول. انا هنا الشوكولاط حيت عندي داك ماكاو هو ماشي بحال بالا تقيل، فرست ليه الزيت ولا كاع سايح. نتوما استعملوا كالا كتجي زوينه. غنحط في الكوك على هذا الشكل، نفس الطريقة نتمنى تكون كتبان. خديتها نحطها هنا ثم ممكن ديروها في الكويرطات. انا المقوش عندي ساده ساده ولي. انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نساليهم. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما ساليت التونات ديالها في الشوكولاط والكوك. نتمنى تعجبكم، نتمنى تجربوها، صدقوني كتجي بنينه وخفيفه في نفس الوقت والمكونات جد بساط. نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها. انا غنقسم معكم وحده وتشوف كتجي خفيفه نتوما من الداخل كتجي هشيشه. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وشكرا.